بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر، أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في تصريح خاص لمركز الأخبار أنه تم عمل لازم لاستيعاب الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والمياه لصيف هذا العام، لافتا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات وذلك للتأكيد من جاهزية واعتمادية شبكات الكهرباء والماء على صعيد قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع. انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بضمان جودة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء في أشهر الصيف، قمنا بعمل الاستعدادات اللازمة لتلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في استهلاك الكهرباء في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبسبب تشغيل المكيفات، وهذه الاستعدادات تغطي جميع مراحل توليد الكهرباء والماء وهي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تشمل مرحلة الإنتاج، والمرحلة الثانية تشمل مرحلة النقل، والمرحلة الثالثة تشمل مرحلة التوزيع. والإجراءات التي اتخذناها تغطي بعض هذه الجوانب: الصيانة الدورية والروتينية والوقائية والتصحيحية لجميع الأجهزة والمعدات والمحطات، كذلك بناء محطات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء واستبدال عدد كبير من الكابلات القديمة. بالنسبة لتوزيع الكهرباء كذلك نعمل صيانة دورية لجميع الأجهزة والمعدات، وكذلك نبني محطات جديدة ذو جهد 11 كيلو فولت و 415 فولت. وبسبب هذه الإجراءات تم حسب الإحصائيات التي لدينا تم انخفاض عدد ومدة الانقطاعات بنسبة كبيرة. وبالنسبة لتقليل الانقطاعات أخذنا عدة إجراءات، منها إنشاء أربع محطات موزعة على جميع المحافظات، هذه محطات طوارئ لتكون قريبة من الحدث، فهذا يسرع في عملية تصليح أي أعطاب. كذلك قمنا بتوفير 304 مولدات متنقلة، هذه المولدات المتنقلة نوفرها إذا رأوا الفنيين أن تصليح العطب يأخذ مدة أكثر من المدة القياسية، علشان صاحب البيت أو المنشأة لا يشعر أن هناك تعطل في الكهرباء. كذلك قمنا بتوفير 18 مركبة ذكية مزودة بأجهزة متطورة، كذلك قمنا بإنشاء وحدة الطاقة المستدامة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وتهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، وكذلك التشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة لكي نوفر الغاز الذي نستعمله في توليد الكهرباء. فكل هذه الإجراءات وكل هذه الاستعدادات هي للتأكد أن الكهرباء والماء يكون متوفر لجميع مناطق البحرين وبجودة عالية